الخطوة دي. فما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من
كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأمر. روى الشيخان في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده الشريفة واضعا على صفاحهما قدمه الشريفة، فلما ذبح الأول قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن محمد وآله. ثم ذبح الثاني وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عمن شهد لي بالبلاغ وشهدت الملائكة بالتصديق ولقي الله لا يشرك به شيئا. وروى الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. فتقربوا عباد الله في هذا اليوم الشريف بضحاياكم، واجعلوها من أطيب ذخائركم عند الله تعالى، فإنها يوم القيامة مطاياكم. واجتنبوا العوراء والعرجاء والمريضة والجرباء ومقطوعة الأذن ومهدمة الأصنام والشولة وكل ذات عيب ينقص من لحمها، واخسروها لسمنها، فالشاة السمينة أفضل من شاتين هزيلتين، والبننة عن سبع، والبقرة عن سبع، والشاة عن واحد، ولا ذبح إلا من بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. والأفضل لمن يريد أن يضحي أن يذبح بنفسه أو يوكله بعد أن يعرض عليها الماء. ويستحب أن يقسم لحمها ثلاثة أقسام: قسم لنفسه، وقسم يديه، وقسم يهديه لمن يشاء، وقسم للفقراء والمساكين. وعظموا رحمكم الله شعائر الله، وأدوا الفرائض والحقوق، فإن الله ذاكر لمن ذكره وشاكر لمن شكره. أعاد الله علينا بركة هذا العيد، وآمنا من سوء يوم العيد، وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمته وهو أرحم الراحمين. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه